اليوم الحمد لله رانا في مستوى المتطلبات قانونية لترشيح للرئاسيات. منذ أعلن الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون عن رغبته خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 من ديسمبر القادم، سلطت كل الأضواء عليه وسط قراءات متعددة تجمع أغلبها على أن السلطة تقف لحد الآن على مسافة واحدة من المترشحين. وخلال أول ظهور له أمام الجزائريين بمناسبة سحبه استمارات التوقيعات، أرسل تبون عدة رسائل إلى من يهمه الأمر في الأوساط الشعبية والمؤسسات الرسمية، مقللاً مما ينتظره من انتقادات على خلفية قربه من المحيط الرئاسي السابق، وبالأخص علاقته القوية مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه في 25 من مايو 2017 وزيراً أولاً، مطلقاً يده على من زاوج بين السلطة والمال للتحكم في مصير البلاد ومقدراتها، قبل أن يقال في 15 من أوت من نفس السنة بعد مساعي حثيثة بدلها الشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة بمساعدة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد وحليفه الأمين العام السابق للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وشلة من رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين المتابعين أمام القضاء بتهم الفساد وتبديد المال العام. وبالرغم من محاولة الإعلاميين صبر أغواره من قضايا الفساد والمنافسة التي تنتظره أمام بنفليس وغيره، فإن تبون نأى بنفسه من الخوض في ذلك مستعملا عبارة جميع المرشحين يقفون على خط واحد والوحيد الذي سيفصل في أسبقية أحدهم وأهليته بمنصب رئيس الجمهورية هم الناخبون ولا أحد غيرهم. والكلام الفيصل والكلمة الأخيرة للشعب، نخلو الشعب ينطق، خلو الشعب يقرر، واللي دارها الشعب هذاك هو. وبهذا الجواب يريد تبون القول أنه ليس مرشح السلطة وإنما خرج للمنافسة تلبية لنداء الشعب الجزائري المطالب بالتغيير من خلال الحراك السلمي بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور المتعلقين بمصدر السلطة وهو الشعب، والانتخابات هي الأسلوب الوحيد لممارسة هذه السيادة وهو ما يتساوق مع الحل الدستوري الذي أصرت عليه المؤسسة العسكرية وأيدت أغلبية الأحزاب. رسالة أخرى بعث بها تبون للمنافسين وعلى رأسهم بنفليس الذي بدأ حملته الانتخابية مبكرا بالتهجم عليه ووصفه بأنه من داعمي وامتداد طبيعي للعهدة الخامسة. ذكرت اسم الآن، أنا نقول باللي في فهمي الخامسة أسقطها الشعب. إذا يراد للجزائر بهذا الاسم الذي ذكرته خامسة مجددة باسم جديد أو باسم آخر، هذا تشويه للرئاسيات المقبلة. في حين كان رد تبون على بنفليس ردا دبلوماسيا يبين مدى حنكته السياسية. أنا شخصيا أعتقد لا تسمحوا لي، الوقت صعب، ماهوش سيبا ان مومون دو بوليميك، ماهوش وقت رفض الآخر، هذا وقت المواطن راه عايش حالة نفسية صعبة، اقتصاد نهار، مشاكل اجتماعية قوات، ما راش عارف المستقبل نتاعو، هذا وقت تاع طمأنينة وتاع احترام الآخر. وإن كان خصوم تبون من السياسيين والمترشحين يعتبرونه وجهاً من وجوه النظام روجته ضده العصابة التي تآمرت عليه في 2017 وأطاحت به رغم التفاف الشارع الجزائري وجزء كبير من الطبقة السياسية حوله، ولا سيما فيما تعلق بمحاربة المال الفاسد وبارونات الاستيراد. بدأ التطهير مش حملة، بدأ التطهير لأنه غادي يتواصل لمدة طويلة، لأن اليوم ربما فيه بعض الرؤوس تمست ولكن البقايا أكثر بكثير. ولعله من المفيد في الأخير التذكير بأن تبون الذي يبلغ من العمر 74 عاما وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بدأ مساره المهني في 1975 ووصل في 2017 إلى منصب وزير أول،
كما أنه الوزير الأول الذي تحصل على وسام الاستحقاق الوطني عندما كان وزيرا للسكن والعمران والمدينة. ويأتي هذا التكريم الأول من نوعه عرفانا وتقديرا للنتائج الكبرى المسجلة في مجال السكن والعمران والإنجازات المحققة في العاصمة تحت إدارة عبد المجيد تبون. وتقف عدة مطبات في شكل تساؤلات حول دوره في عدة مسائل وطنية وخاصة اقتصادية وتسييرات تتعلق بالقطاعات التي أشرف عليه ويستوجب الإجابة عليها. وتتصدر هذه التساؤلات علاقته بالمؤسسة العسكرية التي أكد قائد الأركان العامة ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح وقوف المؤسسة على مسافة واحدة من الجميع. وأن الجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحدا، وهذا وعد تعهد به أمام الله والوطن والتاريخ، وأنه ليس لها طموحات سياسية، والأهم من ذلك أن عهد صناعة وتعيين الرؤساء قد انتهى إلى الأبد. أنا أتمنى أن أكون مدعوم من طرف الشعب، أنا ترشحت كمرشح حر. كما يتساءل المراقبون على علاقة تبون بقضية الخليفة التي أعلن وزير العدل حافظ الأختام وقبله نائب وزير الدفاع الوطني بإعادة فتح أوراقها. إن مكافحة آفة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية، أي الأموال المنهوبة والتي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستوى الوطني والدولي. ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بيّنت أنه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية، خاصة وأن تبون أكد براءته التامة مما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. أنا من مشجعي إعادة فتح ملف الخليفة وملفات أخرى. ثالثا، العدالة أمرت بفتح كل هذه الملفات، طارق السيار، الخليفة، سوناطراك وما من ملفات أخرى. ومن التساؤلات أيضا أسرار الإطاحة به من الوزارة الأولى وما دور ما يسمى بالعصابة في توريطه في لقاء الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب بباريس، رغم أنه كان في عطلة رسمية يقال أنها كانت إجبارية، وما مدى صحة التكليف الذي بلغه إياه مدير الديوان ثم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. الناس عارفة من حادثة المقبرة ما كان ما ما ما, ما تسلط علي من طرف العصابة ومن كان يقود العصابة، وهذه من الأسباب الأساسية اللي خلتني أترشح حتى أواصل العمل الذي توقف باستقالتي لإقالتي. بعد كل ما ذكرناه شاركونا بأرائكم